هاي الشريحة راح أزرع لك إياها برأسك مطلية بالذهب والدوم طول العمر. يعني بعد راح أشوف الأمور على حقيقتها. مو كل الأمور، وإنما بس اللي تخص شغلك كقاضي. إيه كلش زين، بهاي الحالة راح أصير أحد القاضي بالدنيا. طريقة عملها بس تخلي إيدك على رأسك تقوم تستقرأ حقيقة الصار من خلال دماغ المتهمين وأصحاب الشكوى والشهود. يعني دزول موجات للشريحة لو شنو؟ لا، بما أن وعي الإنسان يحكم ميكانيكي الكم، فهاي الشريحة راح تتخاطب ويا الجسيمات المسؤولة. شو يعني ما افتهمت؟ لا تدوخ نفسك بهاي الأمور، أنت إلك الصافي. لو تدري عمي شو مسوي البارحة بالليل؟ أبويا؟ إيه؟ شو مسوي؟ تدري أنت الصوبة البيضة فتيلتها عالية وما تنطفئ إلا تنفضها بوصلة. إيه؟ فهو محاول وياه وما قادر يطفيها، فماخذها للحمام وفاتح عليها الدوش وعايفها للصبح. هلو؟ أنا قعدت على صوت الماي ورحت لقيت الحمام فايض والصوبة مطوفة، أخذتها وذبيتها بالحوش حتى تنشف. منا لسنتين بالزايد، بعد أقوم أشفط الأكل بقصبة من ورا سوايات أبويا. لا بعيد الشر عنك. دروحي قاعد يخلي يجي تريك. قاعد من الستة وراح يجيب صمون. يجيب صمون؟ شو راح بتاكسي؟ لا راح بسيارتك. سيادة القاضي، إن موكلتي عانت الأمرين من هذا المدعو زوجها، وهو ليس بزوج، بل هو وحش كاسر لا يقيم للمرأة وزنا ويستقوي عليها مستغلا طيبة قلبها وضعف بنيتها الجسدية. انظروا إلى ما فعل بهذه الملاك البريئة واحكموا. انت ضربتها وسويت بها هالشكل؟ لا والله استاذ، ولا ما ديدي عليها، هي كانت كلش زينة، بس من بدأت تتابع هاي النماذج خربت وتفرعنت. يا نماذج؟ هاي المحامية مالتها. وين تتابعها يعني؟ سيدي والله هو لعنفني وضربني، وهاي ما أول مرة يسويها، كل مرة كنت أسكت عليه وهذا خلاه يعبر حدوده. دقيقة، خلّه تشيك الحقيقة. أقول لك شو محضرة لنا عشاء؟ كل شي ما محضرة، خابر خلي يجيبوا لك توصيل. شنو يومية توصيل؟ بعد أنت شنو شغلك بالبيت؟ أنا مو خدامة عندك، بعدين أنا عندي طلعة ويا صديقاتي وما أريد ريحة الدهن تلزق بيها. أنا راجع من الشغل وتعبان وأنت ما تحضري العشاء، والله شنو راح تطلعين ويا صديقاتك؟ لعد والله ماكو طلعة. شنو ليش بيدك؟ إيه بيدي لعد بيدمن، وهذا الباب هم راح أقفله وأشوف شلون راح تطلعين. هيك يعني؟ إيه هيك. ست الحقيلي، هذا حبسني بالبيت وما يخليني اطلع ويا صديقاتي. خلي ولي اطلعي غصبا عنه. مو قفل الباب شلون اطلع؟ اذا واصل لهالمرحله من الاستهتار اني له، بس انت سوي اللي اقول لك عليه وهاي هي. شو اسوي يعني؟ سوي كدمات بجسمك وراح اقيم عليه دعوه واخليه يجي يبوس رجلك. شلون يعني اسوي كدمات؟ والشي الثالث حتى هاي علمك اياها، طخ راسك بالحائط، ضربي نفسك بشفشير، سوي اي شيء بس كوني بي مكان الضرب. بعد ما استقرأت حقيقة الموضوع تبين ان الزوج بريء، والزوجة مقدمة ادلة خادعة للمحكمة وراح تتحاسب الزوجة بتهمة تضليل القضاء. شنو؟ كل هاي الكدمات وتقول على موكلتي كذابة؟ ايه كذابة، وهاي الكدمات هي مسويتها ورا ما انت قلت لها تسوي هالشكل. والله اذا هيك الا سويها قضية رأي عام ونشوف لوين توصل المواصيل. شلون تريدين تسويها قضية رأي عام؟ انا رئيسة منظمة نسوية وادمن مع صفحة لا للذكور على الفيس والانستا، وحقوق النسوان مضمونة يمي سواء ظالمات او مظلومات، ودموع المرأة غالية عليها حتى لو كانت دموع التماسيح. خوش. يابا ليش بطلع السيارة؟ شنو لك جاي تحاسبني؟ ما حاسبك، بس غير خايف عليك انه تروح لو تدعم لك واحد لو تفوت بحايط، ايش راح نسوي ذاك الوقت؟ خايبان من كنت تسوق سيارة، انت حجلة ما كنت تعرف السوق، وينك وين شروخك؟ يابا هاي حكيت بيها وياك ليه ما مليت، ولهذا بعد راح اضم السويت جوا المخدة من انام. دروح ضمه بروح الخلفوك، غير مسوي نسخة منه يمي. ايش وانطيني درب؟ بابا اذا تريد جدي بعد ما يسوق سيارتك انا عندي الحل. شنو تريدنا نشتري له توك توك؟ لا اصلا راح يسوق سياره وهو قاعد بغرفته. شو يعني؟ شنو هذا؟ هذا محاكي القياده وملحقاته،
جبتهن الجدي حتى يبطل بعد ما يسوق سيارته. لاني من وين جبتهن وبيش اشتريتهن؟ مش كم مليون؟ ما اشتريتهن، اجرتهن كلهن بخمسة وعشرين الف. كلها ذني بخمسة وعشرين بس؟ منين؟ من شركة سوال الترفيه الالكتروني، بس خابرتهم وهم جابوهن ونصبوهن. يعني بس ايجار عندهم؟ لا، يبيعونها عندهم بالاقساط بدون كفيل وبيع نقدي بسعر الجملة. اها كلش زين. اقول لك بس شوف جدك شلون متونس. حسب اعترافاتك انه انت كنت خاطف بنية ومن لزموك كانت وياك بسيارتك، صحيح هذا الحكي؟ يعني هسه اذا انكر راح يفرق شيء؟ انت كنت خاطفها لو لا؟ لا والله لا خاطف ولا اي سيد، انا الخاطفها واني اكبر ادب سيزو وكلب. ما ادري شو اعترافك مدى يخش بعقلي، خلى اشوف الحقيقة. اشو لك شو خطفتها؟ والله العظيم لا خاطفها ولا اعرفها. ها يعني تنكر؟ تحكي وين كنت ماخذها بسيارتك؟ سيدي والله شاهد انا رجال صاحب تاكسي وعلى باب الله، والبنية اشرت لي وصعدت وياي وقالت وصلني لفلان ملها. يعني تقول هي راقصة مو؟ اي والله ما ادري، بس رحمة لاهلك خوب انت شفتها حاطة طب مكياج ولابسة دلع، وين اكو هيك مخطوفة؟ لك غير عليها خطية صار لهم ستة شهور مبلغين عليها مفقودة، اثاري طلعت كل هاي الفترة يمك وانت خاطفها. سيدي ترى مبينه هي شاردة من اهلها حتى تبني مستقبلها المشرق، بعد ليش تريد تلبسها براسي؟ خلاص والله بس بعد لا تكهربني، وش تريد نعترف لك؟ انا خاطفها وهي اشرف من الشرف، وكانت رايحة لمها حتى تنصحهم ويتوبون، بعد شو تريد؟ ايه هسه اعترفت لك بعد عليش انه بكهربتني؟ مو كان باقي شويه شحن بالجهاز، قلت عليش يروح حرامات. بعد ما شفت الحقيقه تبين انه من تزعين الاعتراف منك بالكراه، ولهذا انت بريء من التهم الموجهه الك. سياده القاضي، انت بهالحاله تشكك بمهنيتك كضابط تحقيق، وانا طبعا ما راح اسكت. ابو حمود امشي وياي للمركز. خير شكو؟ امشي هناك راح تعرف. أبو حمودي، اليوم أبوك كان طالع بسيارتك وداعم هزلمة ومكسر راسه ومسوي له فطر بالجمجمة، وهسه جايين يريدون يشتكون عليك. وين أبويا؟ ما داعم أحد. بل دعم أخويا وسواله فطر بالجمجمة، وإذا تريدنا ما قدم شكوى عليكم لازم تدفع لنا 60 مليون فصل. 60 مليون؟ أقولكم ليش ما تجون تأخذون أبويا فصلية مو أحسن؟ حسب ادعاء المشتكي انه انت يا حج محيسن دعمته بالسيارة وصار عنده فطر بالجمجمة، صحيح؟ خلي يولي حشاك، هذا واخوه اكبر قفاصة. هو دعم اخويا وشرد سيارة القاضي، حتى الصبغ الازرق مال السيارة كان لاطش بقصة اخويا، وبالقوة وخرناه بكاغد جام. لحظة بس خلي اتأكد. دا تشوف ذاك الشايب الطبق سيارته هناك ونزل يشتري صمون، روح ذوب روحك على سيارته حتى نتهمه انه دعمك ونقطة فصل. مال العمي والله لك كسرت الولد، حضر عمامك. ولن على ابوك لابو عمامي. هسه تضحت الحقيقة، صح الحج لسانه زفر بس انتو هم مسلبشية وقفاصة، يلا كلكم اطلعوا برا. اها تطردنا من المحكمة؟ لا تحضر عمامك. الو ابو حبشك، الان القاضي تعال، انا بالتوقيف. هلا شيك، منو ذبك بالتوقيف؟ والله جماعة. يا جماعة مشتكين علي منظمات حقوق المرأة وواحد ضابط وواحد هو وعشيرته كلهم مشتكين عليه، يعني مشكل يا لوز. وليش مشتكين عليك؟ يقولون والله شنو، انا ما امشي على القانون وما اعطي اهميه للتحقيق وللادله ومن هالامور. هسه هذا كله مو مهم، يجوز اخذ لي سنه سنتين واطلع، بس اهم شيء ورا ما اطلع اريدك تزرع لي الشريحه مالت الحقيقه المطلقه، واريد اشوف كل شيء على حقيقته من بدايه الكون لنهايته. شنو انت ما تتوب؟ زرعت لك شريحه مالت القضاء وهسه دبوك بالسجن، لو ازرع لك ذيك الشريحه ايش راح يصير بيه؟ ما يخالف خلي يصير، انا راضي. يا حبيبي ما حد يتحمل الحقيقه المطلقه وراح يتخبل، لا اني ولا انت ولا غيرنا، وما عدا واحد. ومن هو؟ الكابتن.
عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد.